عليك رسول الله دبلي حل بلا حوزه مال وليت لا دير بحال هاديه دير بحال هاديه دير بحال هاديه الله يفتح عليك رسول الله الله يفتح عليك رسول الله انا ميغو بسم الله الرحمن الرحيم ايوب اعرب ملقب ميغو غني على التعريف اخويا بايع الخضر والفواكه تسقيط والجمله وتحياتي وديديكاس ناس الغربه داخل الوطن وخارج الوطن خويا عندنا الدلاح مليح الزبره موجود كاين 40 كيلو الدلاح من درهم حتى دخلت للمارشي تلقى الدلاح كاين من 10 ريال حتى 50 ريال المهم الدلاح المهم بلا ما يشوف الجوده الجوده هي اللي غادي يشوف انسان ديما حقاش يلوح شي حاجه لكرشو خاصو يشوف الجوده ها انت شو اللهم بارك شو الدلاح كي داير اخو اللهم بارك شو الدلاح الانسان الا دا الدلاح يعرف الدلاح راه كي يدي الدلاح ما دايرش هكا هذا دير ليه بالموسى هكا يطيح كامل اللهم بارك بغيت نشكرو اخويا هاد القناه هادي اللي تجي اخويا تدور تشوف الاسواق باش حتى المواطن حتى هو يعرف الثمن ويعرف الجوده الانسان دابا تيشوف الدلاحه ب 200 ريال ولا مازال الدلاحه ب 400 ماشي مشكل راه كاين ما يتكال فيها اما الدلاحه ديال 100 ريال و 150 و 200 ريال راه ما فيها ما يتكال بنادم غا بحال قلتي تيدي لولادو المرض وصافي هادشي هذا هو اللي كاين من ناحيه الدلاح اللي ما مليحش ما كاينش المليح كما قلت لك انت راه تنعاود وتنقولها انت وتنكررها ها انت شو الدلاح المليح شو الدلاح المليح شتي راه كاين الدلاح اللي تدير ليها هكا ما تديرش هكا تتهبط كامله الدلاح المرمل هو هذا المليح انه طيب على خاطره وتاري طيب وتا داكشي ديال الادويه وداكشي ما فيهش بزاف حقاش طاب شحال من عام وانت كدير الدلاح خويا انا راه اش غادي نقول لك انا راه التربيه ديال هاد المدير هذا هو التربيه ديال بوبو فهمتي حنا راه بعنا الماء والديطاي في السوق كاع ماشي تقول فهمتي راه جايه 24 عام شوف اخويا هذاك الشيء ديال الله بحال الزعمة ديال الله ان الانسان تيشري السلعه مازال ما واجداش فهمتي بحال قلتي لي تحدى الله سبحانه وتعالى كي اللي تيشري الزيتون مازال ما واصلش مازال ما عطيش الطوناج باش تعرف الطوناج شنو هو واش اللي فيه وانت الدلاحه مازال قداك صغيوره مازال ما دايره حتى كيلو تتشريها صاحبي راه ما غاديش تخلي لنا حنايا السقاطه فين غادي ناكلوا الخبز انت غادي تشري الغلا دي تبيع لنا حنا بالغلا دي نبيعوا للمواطن بالغلا وين يعقب رخاص كلشي رخاص كلشي حقاش تحبس لومبالاج لومبالاج يدي هذاك الراس الاول تدي هذاك الراس الاول تبيعو باش ما بغى لومبالاج صافي واحد الوقيته باش يحبس لومبالاج الطبور باش السلعه باش حنا ما نخليوش لكل حق حقه نخليو لومبالاج ونخليو المواطن حقاش عندنا الكافي يقول لك الدلاع يتكلف 7 دراهم فينا 30 ريال كاينه 26 ريال كاينه 24 ريال كاينه 22 ريال كاينه درهم كاينه 70 فرانك كاينه 80 فرانك كاينه البيكو تدخل الرموك تتشارجي البيكو تتكاري معاه كاين الناس مشى لهم رزقهم بزاف هذوك الناس قلت لك علاش مشى لهم رزقهم ما حريفياش عندهم هالفلوس وما تيبغيش يدخل معاه شي حريفي اللي يتعاون معاه ويعرف اش اللي كاين صافي عنده الفلوس يبغي يمشي يشري هو راسو ويربح راسو لا قال لك كبير الكرش تتفرق عليه خصوصا صحاب الجاليه تنقدم لهم التحيه صحاب الجاليه كاملين وديديكاس ناس الغربه داخل الوطن وخارج الوطن النمره اللي خاصها شي حاجه راه مرحبا راه النمره كاينه في فيسبوك كاينه فهمتي مر الرقم ديالي هو 06 03 63 35 66 مرحبا توصل ليه كاع حتى لعندو ما عندناش المشكل حنا تنهضروا على المواطن اللي خاصها شي حاجه توصلوا حتى لدارو مرحبا كاين المليح الدوده هي اللي في صحاب الفلوس تيتلاح على كرشو ما تيعرف ما يشري ما تيعرف ما والو يدخل مع واحد الحريفي هو عنده الفلوس كاين اللي عنده الميدان كاين اللي عنده المهنه فهمتي ماش تقول لي الدلاح المليح المليح اللي داخل هذا العام هذا لا اله الا الله المليح كاين بنادم يكون الدلاح بعينيه مغمضات والسلام عليكم والله الله يستر عليكم والله يحفظكم وتحياتي لكم